كابتن ماهر، سؤال ليك وسؤال نفس السؤال للكابتن عمرو. فوز النادي الاهلي على اسوان بعد طبعا العوده من كاس العالم، شايفه ازاي؟ وازاي الجزء الثاني ازاي نستعد لمباراه مهمه جدا جدا يوم السبت؟ النادي الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، نشتغل ده ازاي؟ وشايف رؤيتك للفوز، فوز النادي الاهلي على اسوان في اسوان 3-0. هو الثقه المتبادله اللي بين الراجل وبين اللعيبه وبين الجماهير مأثره بشكل كبير جدا يا هاني على اداء النادي الاهلي. يعني في ناس كانت تشكك يا عمرو، تقول لك ايه، لا الاهلي مستواه وحش، لا الاهلي مباراه اتعادل فيها، لا الاهلي خسر مباراتين. يا جماعه، نادي القرن، نادي البطولات، 115 سنه، ده نادي له تاريخه وله امكانياته، وهو عارف هو عايز ايه. فساعات الناس بتبقى قلقانه، وخصوصا جماهير النادي الاهلي، لكن انا عايز اطمنهم واقول لهم يا جماعه، من افضل اللعيبه اللي موجودين حاليا الجيل ده، والجيل ده بصراحه صنع بطولات للنادي الاهلي. الجيل ده محطوط تحت ستريس بقاله 3 سنين. الجيل ده عنده اصابات كانت قبل كده اثرت عليه بشكل كبير جدا. فالنهارده وجود كولر والاستراتيجيه اللي بيلعب بيها، هو كمان بيعمل حاجه جميله جدا يا كابتن هاني. هو احنا زمان كنا متعودين على الثبات، يعني يمكن ينجح موسيماني ان هو كان عنده 16 17 18 لعيب، هو عنده 14 15 لعيب مركز عليهم بيلعب بيهم. لكن الراجل ده غير لنا المفاهيم بتاعت الثبات في حته التدوير، وخصوصا في الخط الامامي. التدوير اللي بيعمله هاني بردك، لان هو عارف انه بيلعب في 5 بطولات، والنهارده بردك البطوله العربيه دي السادس بطوله. فالبطولات الكتيره ديت هتاثر على الولاد. لو هو ثبت في 14 15 لعيب زي موسيماني، هنرجع تاني للمشاكل القديمه بحته اصابات النجوم والاجهاد لكن هو الراجل بذكائه قدر يغير المفاهيم ديت في حته تدوير اللعيبه. يعني كل مباراه بتبص تلاقي مغير 3 4 لعيبه في اماكن مختلفه، وبعدين الشوط الثاني بيبدا ينزل ناس ويريح ناس. فالراجل ماشي باسلوب بصراحه خطوات، الروتيشن عامله بشكل جيد جدا، وكسبنا يعني منه مجموعه من اللعيبه، وتطور اداء اللاعبين كمان. بنتكلم على حسين الشحات، عامل مباراه امام اسوان، مباراه عالميه. هاخد سؤال مختلف شويه ليك كابتن عمرو. دايما تقول لك النادي الاهلي متصدر دلوقتي بفارق 3 نقاط، ولكن عنده لسه عندنا 3 لقاءات. انت شايف الجزئيه دي، هل ده ضغط اكتر على النادي الاهلي، ولا ده فرصه افضل للنادي الاهلي لما يكون عندك 3 مباريات مؤجله انك تحقق ان شاء الله فيهم المكسب وتوسع الفارق؟ هل ده ادفايس للنادي الاهلي، فرصه كويسه للنادي الاهلي، ولا بيحط النادي الاهلي تحت ضغوط انك لازم تكسب عشان توسع هذا الفارق؟ بص يا كابتن هاني، يمكن كولر عمل حاجه كويسه قوي، فهم الدرس بتاع موسيماني اللي كان قبل كده في المواسم السابقه، ان انا اما برجع انا مطمن ان الماتشات المؤجله انا هكسبها. لا، هو بيشتغل ملف ملف، وهو شغال دلوقتي خلص مباراه اسوان بروفا بعد كاس العالم للانديه لمباراه سان داونز. هفكر في سان داونز وبعدين اقفل الملف وافكر في يوم الثلاث لو لعبت الداخليه او ماتش كل مره على حده بشكل. وهو شغال، الراجل عارف، مش عايز يشتت لعيبته، عايز يفكر في حاجه واحده، الثلاثة بونت ازاي يجوا بالاداء بالمستوى. صحيح. الروتيشن اللي كابتن ماهر كان لسه بيتكلم عنه، الراجل محسسنا او محسس كل الناس هو مين النجم الاوحد. ما عندوش، يعني باستثناء الشناوي وعلي معلول ان هو مثبتهم. احنا بنشوف شويه مروان. صحيح. عرفنا بمروان، عرفنا بخالد عبد الفتاح، كريستو هيبقى موجود. الراجل بيقول بس انا بوظفه للحته الاداء الجماعي بالمهاره اللي موجوده عنده. اقتناعه بتاعه، ثقته في شريف والعامل النفسي اللي بيعمله مع شريف، قفشه، كذا موضوع داخل النادي الاهلي. في مجموعه اللعيبه اللي تم استقطابها من الخارج في التدعيمات الشتويه، الراجل مدينا احساس بامكانيات، بهدوءه، بذكائه، بياخد كل ملف على حده. الماتش اللي قدامه دلوقتي، هو خلص ماتش اسوان من غرفه الملابس اما رجع من السودان، خلص مباراه اسوان بيفكر في سان داونز في نفس اليوم بعد النتيجه.